هنروح دلوقتي لتقرير مهم جدا مع اللاعب حسين لطفي، لاعب مواليد 2000. حسين لطفي للاسف كان قبله يعني سوء حظ خلال الفتره اللي فاتت، يعني كان اجرى عمليه رباط صليبي وغضروف في نفس يعني الركبه. حسين لطفي من اللعيبه المميزه، لكن رسالتي من خلال برنامج الاشبال لحسين لطفي، كان عندنا في قطاع الناشئين لاعب اسمه ناصر ماهر، هو دلوقتي موجود في الفريق الاول، برضه واجه نفس الظروف اللي انت بتواجهها، كان بس جاله 2 رباط صليبي، لكن كان عنده اصرار وتحدي وعزيمه انه يرجع، وبفضل الله يعني ناصر ماهر بعد كده تم اعارته لبتروجيت وتم اعارته لسموحه وتالق ورجع مره ثانيه النادي الاهلي واصبح من العناصر الاساسيه. فدي رسالتي لحسين لطفي، لازم يبقى عندك اصرار وعزيمه ان شاء الله عشان ترجع وتبقى احسن من الاول. كاميرا الاشبال راحت لحسين لطفي في بيته، نشوف التقرير ده مع حسين لطفي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. هو الإصابة كنا بنلعب ماتش في الدوري مع فرقة عين الصيرة، فكرة طويلة كده أنا كنت بستلمها من على الجنب، فمهاجم الفرقة التانية فجي من ورا، ففي لحظة ما أنا بلف رجلي الشمال فهو ثبتها في الأرض فلفت، كانت في لفة بقى وطقت جامد وحتى الصوت كان واضح يعني، وما قدرتش بعدها إن أنا أكمل الماتش، وطلعت رحت العيادة، عملنا كده اللي هي تشخيص مبدئي ما قدرناش ان احنا نحدد فيه الاصابه كانت ايه بالظبط. بعدين عملنا بقى الاشعه المغناطيسيه وطلع ان فيها بقى صليبي وفي قطع في الغضروف الخارجي. هم طبعا حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوها بسرعه وحاولوا ان هم يمشوا الاجراءات بسرعه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان له دور مهم في كده. ويعني احنا عملناها بعدها مش ما كانتش فتره طويله يعني، الحمد لله قدرنا ان احنا نعملها في اسرع وقت. العمليه كانت عباره عن اللي هو قطع في الصليبي وقطع في الغضروف، طبعا اتعمل فيه خياطه. بعدها قعدت يومين في المستشفى، وطبعا بتابع بقى مع دكتور احمد عبد العزيز عنده في العياده لحد ما ركبه تبقى يعني لحد ما ركبه تبقى كويسه وكده. الله الحمد لله على كل شيء، وطبعا ده نصيب من عند ربنا، كل شيء مكتوب طبعا، والحمد لله الواحد مننا لازما في المجال اللي هو فيه لازما ان هو يتقبل الاصابات، لان احنا في الملعب في اي لحظه ممكن الواحد يتصاب فيها. طبعا الحمد لله، وان شاء الله العوده تبقى افضل من كده، وربنا يبعد الاصابات خالص ان شاء الله. طبعا يعني وفي ناس كتير وقفت جنبي الفتره ديت، وطبعا اول حاجه والدي ووالدتي واخواتي وزمايلي في الفرقه ما قصروش معايا في اي حاجه، وكل يوم بيكلموني وبيتصلوا بيا، وحتى ناس انا ما اعرفهاش بقول اول ما عرفت الخبر كلمتني واطمنت عليا. طبعا يعني انا بشكرهم على وقفتهم جنبي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم، وان انا اقدر ارجع بقوه عشانهم وعشان مستقبلي ان شاء الله. والله هو حسين بيتكلم ان هو بواخد قوته مننا، بس انا اللي واخدين قوتنا منه بصراحه، يعني كل اللي هو الاصابات اللي عدت بيه بالعكس، يعني احنا شايفين ان حسين هو اللي واقف على رجله بيخلينا احنا كمان نقف على رجلنا معاه. الاصابه احنا دايما بنقول له الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ما حدش عارف الخير فين، واكيد ربنا ما بيبتليش حد الا هو عشان بيحبه بس. فانا احنا متاكدين انا ووالده ووالدته واخواته كل اللي معاه في البيت والعيله كلها عارفين ان ربنا اكيد شايل لحسين حاجه احسن بكتير من في المستقبل. يعني هي اكيد صعب لان كمان الصليبي هي بتاخر كتير، 6 شهور علاج طبيعي والكلام ده، وهو حتى كمان ان الاصابه الاولانيه جات له في وقت كان منتخب ناشئين زي لو حضرتك تفتكر يعني، فعطلته عن منتخب الناشئين، بس رجع اقوى من الاول وثبت مكانه، كان راجع قعد تقريبا اتاخر في العلاج الطبيعي شويه، رجع ثبت مكانه تاني من اول وجديد بفتره غيابه، فهو قوي وهيرجع احسن من الاول تاني بعد الصليب التاني ان شاء الله. ممكن اي حد في مكانه ممكن يتهز شويه بالاصابتين، بس احنا واثقين ان هو هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. اقول لحسين يعني اصبر، واكيد نتيجه الصبر ده كله خير، وهنشوفك في فريق اول باذن الله في النادي الاهلي مش بره النادي الاهلي، وهنيجي نفكره بالاصابات دي كلها ونقعد نضحك معاه. وطبعا النادي الاهلي يعني ما فيش كلام يتقال في حق النادي الاهلي بصراحه ولا جماهير النادي الاهلي، نادي كبير، اكبر نادي في مصر، نادي القرن في افريقيا، مهما حصل ممكن حتى لو هيعدى بشويه اضطرابات بس هيعرف يرجع على رجله،
وان شاء الله الدوري السنه دي للاهلي باذن الله.